إذن الروت لوكس الأصلي تبع هذا السيستم راح يروح على 1 2 وراح يتحرك بهذا الاتجاه، مظبوط؟ والزاوية هاي راح تكون 45، فراح تكون هاي 2 وهاي 2، مظبوط؟ عند النقطة هاي. فهاي هي النقطة، هاي مش الديزايرد. الديزايرد أوميجا دي قديش بدها تكون؟ 2.5. فلازم أمشي كمان لهون، ولازم أمشي كمان لهون. هاي هي النقطة الديزايرد، مظبوط؟ هاي النقطة ما بتحقق لي الشرط اللي بدي إياه، بتحقق شرط الأوفرشوت، ما بتحقق شرط الرايز تايم زي ما حكينا المرة الماضية. فإذا بدي أنا أحرك هذه لهون، هاي 2.5، لو ضربتها في 2 شو بتصير؟ هاي 3، هاي 4، هاي 5. إذا البول الجديد بصير هيك، مظبوط؟ إذا بدي أحرك البول الأصلي الأربعة بدي أوديه إلى 5 باستعمال بول 0 كانسليشن، ناقص 5. إذا F of S بتكون S زائد 4 على S زائد 5. مضروبة في KC طبعا. أوكي، إيش KC؟ اللي هو الجين تبع الكومبنسيتر، هذا الجديد اللي بدنا نجيبه. هاي عندي الديزايرد لوكيشن للكلوز لوب بول هون. بقدر الان ايش احسب؟ بقدر احسب الان كيسي. هلا بدنا نذكر شغله واحده، انه في الفانكشن الاصليه في عندنا 4 راح تاثر على الجين اللي موجود هون. فبصير هذا راح يكون البول الاول، البول الثاني. عندي 4 اصلا كانت موجوده بالهاي، لازم اقسمها. قديش الطول تبع P1؟ هاي مبينه انها 2.5، وهي 45 درجه، وهي 2.5. 2.5 تربيع زائد 2.5 تربيع تحت الجذر، مش هيك؟ خلينا نحطها 2.5 تربيع. هلا 2.5 تربيع زائد 2.5 تربيع تحت الجذر، مظبوط؟ اللي هي هاي، اللي هي هذا الطول. هذا واحد منهم راح اضربه بالثاني، بس هدول الاثنين متساويين، ايش راح يصير؟ راح يروح هذا من هون، راح اقسم هاي على 4. 6.25 و6.25 قديش تعطيني؟ 12.5، مضبوط؟ على 4 بتطلع اظن 3.75. 12 على 4 ب 3 ونص على 4 2.5، مش هيك؟ 1.25. اذا هي الجين اللي عندنا هون كي سي راح يكون 3.125، والبول الجديد او الفانكشن راح تكون S زائد 4 على S زائد 5. لاك كومبنسيتر ما بدنا، ما بنحتاج لاك كومبنسيتر. نرجع نطلع على السيستم الاصلي. هاي هون عندي هاي 3.125 S زائد 4 S زائد 5. راح الغي الجين هذا اللي موجود هون. هذا طبعا مش البلانت، هذا صار كومبنسيتر، وهذا كومبنسيتر جين. يعني هذا بضيف البول والزيرو تبع الكومبنسيتر، وهذا بغير الجين. الترانسديوسر بخليه زي ما هو. المفروض يكون عندي اوفر شوت يقل عن 4%، 4.3%. نعمل زوم هون. الاوفر شوت تقريبا 4.3 زي ما احنا طلبنا. نضل نتاكد من الرايز تايم. هلا احنا ما عملناش ولا مثال على السيتلينج تايم. السيتلينج تايم بدي وقتها اشتغل على زيتا اوميجا. هاي عندي تقريبا 9 وشوي، احنا قلنا 940 ملي سكند، هي يعني بهذه تقريبا. اوكي، اذا هذا المثال شفناه على تايب 1 سيستم.